عمرو في حاجتين مهمين هقولهم مع بعض معاك. كيف تحرك الاهلي تدعيم دفاعه؟ وهل طلب مارسيل كولر تدعيم هجوم الاهلي ولا لا؟ بص، كولر بدا يتكلم. دايما الاهلي عندنا بيشتغلوا بدري جدا في حته الصفقات، ما بيسيبوش حاجه للصدفه او للظروف. يعني بدا يتكلم ان هو محتاج مدافع، بدا يتكلم ان هو محتاج باك شمال عشان طبعا الارتباطات اللي جايه مع قصه معلول والضغط الماتشات، ومحتاج مهاجم. الناس بدات تتكلم على قصه اسامه جلال. اسامه جلال كان بيقول ان هو قاعد يخلص نادي. اسامه جلال مستمر مع بيراميدز لسه 3 سنين، عشان برضه الناس كانت بتقول ان اسامه هيوقع في نادي الاهلي. الاحتمال الاقرب بالنسبه لتدعيم الدفاع احمد رمضان بيكهام. كان الاهلي يمكن قريب جدا من احمد رمضان بيكهام في الصيف. ده اقرب لعيب دلوقتي بالنسبه للاهلي. وانا سالت في النادي وضع على قصه محمد مغربي وقطع الاعاره بالنسبه لسموحه. الكلام ده مش صح. ازاي الايسر مين مرشح؟ برضه محمد حمدي مطروح. لكن طبعا انت عارف المغالاه دايما الماليه من ناحيه نادي انبي، هتتكلم بقى في $1 مليون و1.5 مليون. فيعني هم حاطينه بلان بي زي ما كنا بنتكلم من شويه في حاله لو مهاجم الاهلي عايزه مهاجم اجنبي تحت السن ولا مهاجم محلي؟ لا، هيبقى محلي. وفي كلام على احمد امين اوفا، بس القصه طبعا برضه هو لسه قدامه سنتين في عقده مع انبي. فلو انت قدرت تخلص القصه مع انبي ممكن احمد امين اوفا يبقى احد التدعيمات، واحتمال يبقى في مهاجم اجنبي تحت السن. ما هو خلي بالك انت دلوقتي بتتكلم في 6 اجانب في الاهلي، يعني منهم كمان كريسبو تحت السن. فانت لو جبت كمان واحد تحت السن هيبقى 7، هيبقى كتير جدا ان انت يبقى عندك 7 اجانب. مش هتدخلهم كلهم، مش هتدخلهم جوه كل السكواد. صح، بس احد الوكلاء رشح. ما هو الوكلاء يرشح فتره، وكان حصل تفاوض مع اداره التعاقدات في الاهلي على مهاجم تحت السن تحت سن اجنبي.